للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من غازي عنتاب التركيه الكاتب والمحلل السياسي السوري السيد حافظ قرقوط. اهلا بك يا سيد حافظ. مجلس الامن ارجى جلسته الليليه للتصويت على مشروع قرار يثبت هدنه انسانيه في الغوطه ويسمح بدخول المساعدات الانسانيه للمدنيين فيها. ما جوهر هذه الخلافات؟ تحية لكم ولمشاهديكم. يعني بالأساس حقيقة في تبادل أدوار أكثر ما هي خلافات، لأن العالم ما زال غير جاد ويبيع السوريين الوهم تلو الوهم. مجلس الأمن حقيقة يعني يعتقد أن الشعب السوري هو جاهل، وهذه المنطقة بالشرق الأوسط هي أم القوانين الدولية. لدى مجلس الأمن قرار دولي واضح سابق ليستطيع أن يدخل الغذاء والمساعدات والإغاثة كاملة إلى أي منطقة دون أي رجوع إلى أي مرجعية، وهذا القرار واضح لديه، اتخذه القرار 2118 أيضا في مجلس الأمن يتيح له أن يدخل إلى أي منطقة محاصرة دون موافقة نظام الأسد على ذلك. أعتقد أننا لا نحتاج إلى نظام جديد، إلى قانون جديد أو قرار جديد مجلس الأمن إذا كانت هنالك جدية بحماية المدنيين. جميع الأحوال أعتقد بأن يعني روسيا تلعب دور البطولة الخفي كما يعد في الدراما لإظهار بعض البطولات الخفية أيضا عبر مسرحيات مبتذلة أصبحت في مجلس الأمن بعد كل هذه الجولات السابقة واللاحقة التي عطلتها روسيا بالفيتو أو التي عطلت وصول مشروع القرار إلى التصويت خلال السنوات السابقة. كلنا نلاحظ بأن يرفعون العتب عنهم الدول الغربية، أمريكا طبعا وأقصد الاتحاد الأوروبي، بتلك الخطابات الرنانة أنا التي يطلقونها وكأنهم أصبحوا قادة عرب، عندما كان القادة العرب يخرجون على المنابر يبيعون الشعوب العربية الشعارات الكبيرة، وبالأخير أفلست هذه الشعوب. طيب، تشظت دولها. الآن مجلس الأمن يعيد الكرة ولا يريد أن ينهي الصراع حقيقة، وهذا التأجيل متفق عليه. تنديدا بالمأساة الإنسانية بالغوطة واحتجاجات دولية تطالب بوقف المجازر، مع هذه التنديدات وهذه التصريحات والمطالب يستمر القصف الروسي والسوري على المدنيين بالغوطة. ما الرسالة التي يراد أن أو تريد روسيا أو النظام أن يوصلها إلى العالم حتى في ظل هذه الاحتجاجات؟ العالم يريد أن يوصل رسالة وليس النظام ولا روسيا. روسيا أعتقد جزء من الأجراء المرتزقة الذين يقاتلون لأجل مصالح أكبر منهم. عندما يحين وقت الحل في سوريا ستجد أن روسيا تنصاع بكل هدوء. روسيا هي التي عليها عقوبات أممية من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا وتتألم لذلك، وهي تبحث عن منفذ. يعني هذه البهلوانيات في القفز الروسي لا تستند على معطيات، وكلنا ندرك ولدينا دراسات كاملة حول الاقتصاد الروسي وحول ما تدعيه روسيا. هي لا تستطيع الصمود أكثر من ذلك، هي تبحث عن معاهدات دولية لكنها حتى الآن تدور في فلك مبهم. أعتقد بأن العالم يريد تغيير خريطة الشرق الأوسط بناء على ترتيبات إثنية ودينية بشكل عام لكي تتناسب مع وجود إسرائيل بالمنطقة. لا تستطيع أن تقول إسرائيل بعد أنا فقط بقعة يهودية، بل هنالك بقعة شيعية وبقعة سنية وبقعة درزية وأخرى كردية، وهكذا. هي الموضوع لا يتعدى شهر أو شهرين أو ثلاثة، كما أن الثورة السورية منذ 7 سنوات، وكما أن المشكلة العراقية من 2003 حتى الآن لم تجد حلولا نهائية وجذرية لها. ما زال يخلقون أزمات جديدة، وكما صنعوا تنظيم الدولة من وهم وعملوا له دولة وعنوها ونبحث عن عناصره الآن فلا نجدها. لا. اختفت. وهذه المنطقة الجغرافية تحتاج إلى جيوش جرارة، لا يمكن للتنظيم مثل داعش إرهابي مبني على الوهم أن يتمدد فيها. طيب. أو رعاية مخابراتية. أعتقد بأن الموضوع أكبر من جلسة إدخال غذاء إلى الغوطة، بل يرتبط أيضا بالمشاريع الإيرانية بإعادة تأهيل وترحيل السكان التي تتناسب أيضا مع إسرائيل، وكلاهما يتبادل المنافع. الروس اشترطوا لوقف القصف على الغوطة طبعا أن توقف المعارضة قصفها على دمشق. كيف ترى هذا الشرط؟ إلى أي مدى سيؤثر على استمرار القصف على الغوطة؟ هل روسيا تتكلم من موقع قوة أم خوفا على دمشق ومن فيها؟ روسيا ليست خايفة لا على دمشق ولا حتى على بشار الأسد. بشار الأسد انظر كيف نظرت له عندما استقبله بوتين وكيف تصرف معه. روسيا لا يهمها شخص أو شخصان أو مليون أو مليونان. لدينا تجارب الاتحاد السوفيتي منذ 1917 حقيقة، بعد أن قامت الثورة، ما يسمى الثورة الروسية، كيف أنهكت دول جوارها واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية بذلك. أعتقد بأن ما يجري في دمشق هو أيضا
دعاية تعلمتها روسيا من إسرائيل عندما تريد أن تؤدي أي قضية بالقصف أو الجرائم، هي تتحجج بصاروخها هنا أو هناك. وكلنا ندرك في دمشق أن تلك الصواريخ تنطلق من أفرع المخابرات وليس من الغوطة الشرقية، وحتى لو انطلق صاروخ أو اثنين من الغوطة الشرقية هنالك عناصر مدسوسين تابعين لفرع المخابرات، أيضا مدسوسون فيما يسمى جبهة النصرة أو القاعدة التي تديرها إيران ونظام بشار الأسد يديرونه. على فكرة هنالك اتفاق كان برعاية روسية ومصرية منذ تشرين الثاني تقريبا أو أعتقد السنة الماضية لإخراج ال 200 230 أو 40 مقاتل على أساس موجودين لجبهة النصرة في الغوطة. هن مش مقاتلين، هن تركوا قتالهم على فكرة، لكن بالأسماء سجلوهم على أساس يرحلون من ذاك التاريخ بعد الاتفاق على هدنة الغوطة، لكن الروس بعد ذلك نكثوا هذا الاتفاق، قالوا ما بيقدروا يطلعون عمليا تركينهم بسمارجحة. ما توقعاتكم لجلسة مجلس الأمن التي ستعقد، وما البدائل المطروحة في حال عدم تمكن المجلس من إصدار قرار؟ البدائل ستبقى معلقة ومنتظرة على أن يتم تجهيز الطاولة كاملة على مستوى الشرق الأوسط. أعتقد الآن تلعب إيران والنظام الروسي والنظام السوري بهذه المنطقة بهذا الحل. لا أعتقد أن هنالك حتى لو صدر قرار لا لن يطبق، يعني لأن حتى القرار الحاسم 2254 حتى الآن الجميع يطالب عليه، بيان من جيف يطالبون بتطبيقه لم يطبق. أعتقد أن اللعبة لم تنتهي بعد، وهنالك مأساة. ربما توافق الروس على تمرير بعض المساعدات الغذائية، لكنهم يتلاعبون بوقت أيضا، تدخيلها يطلبون 72 ساعة أو 3 أيام، بينما الغرب يلح على كلمة فورا، وهنا التي يبيعونها للشعارات للمواطن السوري، يعتقدون بأن هذا يمكن أن يغطي هذا العار الأممي حقيقة الذي مر عليه أكثر من 7 سنوات. كنت معنا عبر سكايب من مدينة غازي عنتاب التركية، الكاتب والمحلل السياسي السوري سيد حافظ قرقوط، شكرا جزيلا لك.